السيدات والسادة، أنا عايز أقول لكم حاجة في برنامج الصديقان النهاردة عن الصوم الكبير اللي المسيحيون في مصر وفي خارج مصر صايمينه هذه الأيام. هو اسمه الصوم الكبير، الصوم الكبير لأنه هو فعلا كبير في حاجات كتير، كبير من حيث المدة بتاعته، حيث أن المسيحيون بيصوموا 55 يوم متواصلة. كبير أيضا في قيمته، لأنه طبعا اللي صامه السيد المسيح صام 40 يوم منه، فحتى بيسموه الصوم الأربعيني. فبالتالي احنا المسيحيين بيصوم عشان خاطر السيد المسيح صامه، فما فيش أي صوم تاني صامه السيد المسيح غير هذا الصوم، فطبعا ليه قيمة كبيرة جدا في نفوس المسيحيين. أيضا كبير في مغزاه، لأنه اللي اتعلمنا كده هو من الآباء ومن كل اللي علمونا أنه الصوم الكبير ده بيسموه خزين السنة كلها، فبيقعدوا المسيحيين يزودوا في الصلاة ويزودوا في حضور القداسات وفي الذهاب للكنائس، يزودوا في القرايات، يزودوا في الاطلاع على اقتناء الفضائل، فكل حاجة فيها زيادة، زيادة أيضا في عمل الخير، حتى أنه المرد اللي بيردوه دايما في الصلوات طوبى للرحم على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم، كل ما نحن على المساكين والغلابة الرحمة تحل على هذا الإنسان اللي بيصنع هذه الرحمة وهذا العمل الإيجابي الخير مع غيره. فطول الوقت احنا فاكرين الصوم الكبير، الصوم الكبير. فكرة الصوم يا أحبائي انه المسيحيين بيصوموا من الساعة 12 بالليل، ينقطعوا تماما عن الطعام لحد غروب اليوم، يعني يقعدوا طول الوقت ده كله صايمين، يحضروا قداس وبعد القداس يفطروا على أكلات نباتية خالية من الدسم. هذه الطقوس وهذه الأمور لإكساب الشخص روح الزهد وروح النسك وروح التخلي وروح أنه مش واخد حاجة معاه ومش بيسعى أن هو يكنس كنوز على الأرض، حتى أن الوصية اللي هنقراها الصبح في الكنيسة لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. فالإنسان اللي هو صايم بيحس أنه هو متخلي عن كل شيء ولابس لبس بسيط وبيأكل أكل بسيط خالي من الزهومات وخالي من اللحومات وخالي من الشحومات، وبيعيش فترة جميلة مع ربنا في خلوة تستمر طول هذه المدة. أنا بتمنى طبعا أن يكون الصوم صوم سعيد على كل الناس، والإخوة المسلمين يعرفوا إخواتهم المسيحيين ويعرفوا طقوسهم ويعرفوا عقائدهم، والمسيحيين دايما يكونوا مشاركين لإخواتهم المسلمين في كل أحوالهم وكل احتفالاتهم، وتكون هي دي مصر اللي بيحتفل كل شخص فيها بعقيدته بكل حرية وبكل دون تمييز ودون يعني تداخل من أحد، وبندي الحرية مطلقة لكل أفراد الشعب المصري هم يعبدوا ربنا بطريقتهم الخاصة. صوم سعيد على كل إخواتنا المسيحيين وعلى كل المسيحيين في مصر وخارج مصر من برنامج الصديقات. كل سنة طيب يا أبونا. كل سنة طيب يا شيخ مظهر. وبعد الصيام هيبقى في بقى عيد القيامة، يبقى عيد القيامة بعد كده إن شاء الله. كل سنة طيب برضه من دلوقتي. طيب الله يخليك يا مولانا.